صافي انت قول لي اكشن 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 كات انا ما قلتش كات. لقد قرأت كذا انني لم اكن اتوقع انهم تجار المخدرات. عمري في حياتي اشوف دير لي كي تمشي في الصوت واش دخل شويه. الله يبدا عليكم ماشي يلا نعاود هذه. لا عم ندير ديك لي زونفون لي تيليفون تحديدا ما عجبنيش. يعني تكون هناك انضباط في ملحف في مغرب وقتي مشات الفكرة أصلا. صافي الله أعلم الله يدينا في الضوء. ايه ودير بحال ديك التوشيه اللي كيدير عصام بقى دير فيديو وتستوبي دير فيديو باش يساعد في المونتاج. وتزاد الضريبة على القيمة المضافة ب 70 درهم لكل لتر. فهمتين في نوض صوت على واحد المشروع ديال رفع الضريبة. الضريبة ارتفعت بنسبة 50% وتزادت الضريبة على القيمة المضافة ب 70 درهم لكل لتر. اوه هاد الدراسة ما علاش كندخلها وفي بالك هاد الشيء 87 ولا ما في بالكش؟ لا لا ما في باليش انا مشغول بحب من يحبني. وتحل الروبيني يهبط الماء صافي غنضرب في الصباط. فيها شي حاجه ولا كيمشي مباشر ياك؟ صافي عجوز انا واحد اللي تجي الحنان الفضيلي كتقول انا نبقى نجمع من هنا ويتشتت لي من هنا ونجمع من هنا ويتشتت لي من هنا. انا نجمع فيهوك هو يتشتت لي منهوك وانا نجمع فيه اولي تنجمعو جمعو مزيان وخشيف عبوني تنجمعو نعطيو له زباد. المشكل انا طويل اضطر انني ندير هكا ونجيب الميكرو. اولا كنهنيو جميله فيليسيتاسيون خدات الجائزه الكبرى للصحافه تحياتي. صحافه الكترونيه ماشي الصحافه الالكترونيه باينه حيت حنا في الويب. والحاجه الثانيه هذه هي اخر حلقه في هذا الموسم يعني نبداو الموسم الثاني بكل اوعر ان شاء الله. هاي فايف هاي فايف هاك الهاي فايف يلا تهلاو هذه السيف ولا باش هو زوج شي جميله طبعا.